المسرح الثاني وشو تتوقع؟ بدون واسطة. لا المسرح، لا الآن عندنا احنا موظف واثنين، واحد بيتوسط واحد بدون واسطة. المسرح الثاني عقل الموظف. عقل الموظف فيه خليتين. حلو؟ تجيب أفكار صح. الآن احنا شلون نوظف القالب هذا؟ صح. الخليتين هذول شلون يسولفون؟ شلون يفكرون؟ وشلون يأثرون على الموظف؟ فهمت؟ صعبة صعبة، أنت تجيب أشياء صعبة على لجنة التحكيم. يعني عشان كذا صعبة على لجنة التحكيم، أربع مرات فايزوا ورا بعض ما شاء الله. يا رجال أربع مرات الرابع. الهميس أربع مرات الأول. أربع مرات. وثلاث مرتين الرابع. رحموه قالوا هذا مسيكين الرابع. يا زين الرحمة اللي سوبر هاتريك. اسمع. يا جيب له جيب لك سهل ممتنع يا أخي. ما شاء الله بس الله يغنيك. بس. الله يغنيك يا منير. جايب لي فكره يا ابوي، لو اي واحد يراعينا من العامه، من عامه الناس ما يدري ايش السالفه. ما اشوف شوف ما في شيء اسمه، شوف في مصطلح عامه الناس، الناس ما متغلط، حسب عامه الناس اللي ما يفهمون. عامه الناس معناته خليط من الاطباء والمهندسين وال... لا ما هو صحيح. لا الا صحيح، كان قاعد تحرك يدك لا جاء الا صحيح. عمر يمكن يتطور بعدين ممكن بوكس اخر العصير بوكس. أيها مال الميس يدوي ذبة. أول مرة أشوف واحد لابس بلوفر تحت ال تشوف بلوفر. أي بلوفر دي بيجامة الله يجزاك خير. بيجامة. طيب بالله يا جاكي خلينا نفكر بفكرة احنا شو فكرة؟ خلاص يا أخي عادي، أوصلوا قبل الحفل قبل الدراما وحطوا أي شيء. أما تجيب لي أفكار أو يعني شو اسمه أبو نص. والله صدق. أطق. المزيد معليش اطق انزل البريحه سمول دال. خلنا نحط فلفل بعيونه عشان عقل. خلاص خلاص مسمح لك خلاص. يلا فكروا انا بقى. طيب يلا يا جيك بالله شكل الفكره صدق. انا ايش اقصد انه كيف انه بعقله يتاثر شوف يعني شوف اللجنه بيقول لك هذه فكره يعني عبد المجيد فوزان معليش فكره يا الله يا اخي خلص فكرتنا يا اخي الفوزان اسف معليش بس فكرتي كذي ذكرتني بشغله. وش تفضل ذكرتني بالدوره حقت ماجد الغامدي اللي تقولون دور طلاب المدارس الثانويه في القدره على التاثير. وش جايب يا مجد؟ اقسم بالله انه الحملات الاعلاميه كذا. ايش رايك؟ طب احلف لك بالله يمكن عشان احنا قليل من خبره صراحه، بس احنا شفناها شيء يعني ايش هذا كله؟ يتجي مصيبة. ايوه المصيبة انكم قارين تحسبون الهدف عنوان، هذه مصيبة. هذا اسمه هدف، اكتب الهدف. يمكن طريقة ايصال الشيء. فالان ناس يا فكرة الدراما يا مجود جايبني خلاص انا عندي فكرة، احنا مع الممثلين اليوم خلاص بس الحين بندردش انا وجاكي كذا عباطة. يلا خلنا انت عباطة يا جاكي بالله. يلا انا شاكل الفكرة اللي قلتها لك. كنت لجنة توقع بيدونه لكن بيقولك ما وصلت المشاهد بشكل المناسب وبشكل مفهوم. لا بس أنا شاكسد عقل الموظف إذا بدأ يسولف الخلايا مع بعض. يعني تخيل مثلا في خليتين، الخلية الأولى تقول إيش؟ لا مشوا لا تمشيه، خلو يقول له ما في واسطة. يقول له فهمت؟ يقول له واسطة يا رجال هذي بيتعبك بيقعد له أسبوع. قاعد أفكر كذا بعدين يعطيه مثلا لا والله شو اسمه راجعنا عبر الانترنت. هذا يجي الثاني قال صرفوا 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 ما ادري ايش زين اسمع دقيقه. هم عاد ايش يقول؟ يجي يقول ذا جايك من طرف ابو محمد. تجي الخلايا شو تسوي؟ تتقلب حتى مثلا تفسخ الثوب اللي هي لابسته مثلا. يذكر بصوت عالي كذا صح ولا لا؟ طيب ايش المواضيع المسؤوليه؟ معليش انت قاعد تمثل امام طلاب معهد الفنون المسرحيه، معليش من جهد. ايوه طلاب فنون معهد المسرحيه 70 يوم ما طلعتك من طلع ما لا مصيبه. شوف توقع الواسطه المستهلكه والفرق كله بتجيبه. ايوه يا اخي فكر خارج الصندوق. اي ما الصندوق اللي اجي امسكه واكسره فوق راس العدو. نشتهى بموضوع الثاني هو توقع الفساد الاداري. انا عندي لك فكره. توقع انا عندي لك فكره. هو في فساد اداري واسطه وش بعد؟ توقع الفساد الاداري. فساد اداري واسطه وش اسمه المكتوب اقصد. ايوه الرشوه. حلو. والرشوه بصراحه موضوع ما كنت سمعت فيها انا بحياتي ابدا.
يقول يا عمر الهميس. وهذا جزايا اللي افكر معكم. اسمع ما اذكر ذا تفكر انا اقدر ما افكر معكم واسحب عليكم. قيم رجال فكر. لا عاد نسينا ثبطكم. ترى اقدر. يا الله يا الله. ليت معي لي. ليت معي لين حمر عطر. وش تبي تعمل به؟ على جلد العدو. طيب جاكي شوف خل نفكر بصوت عالي. انت شرشف المخده اللي على راسك. يا عمر الهميس. يلا يلا اترككم تفكرون مع بعض. الله يجزاك خير ما قصرت. المفروض تقول اقعد شوي محمد نبيك ولا نسيب. احسنت احسنت لنفسك. لانه بالنهايه جلستك مع زي هالاشكال هذه مصيبه بحق نفسك. لا لا مصيبه بحقكم اني انا اكون معكم. لا 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 تكرم. هكذا شرط. ورا ما ورا ما تمشي. انت شرشف المخده ذا غيره. تعال اقعد فهمك رجال. يلا بقى مقفاك انا تكالا. طيب يلا فكروا. ها انا عندي جيد افكار كذا افكار صعبه على المشاهد مشكله. المشاهد يا رجال مشاهد افهم منك اقول اخلع وجهي بس انت اللي بلك. ما عاد به صعب وما عاد به مستحيل. مخك بلكي ما يفهم. يلا بس تكالا جيد تعرف انتم ايش فيك انت. خلني بطلع خلاص تفكر. يلا اساس اننا نجيب من خبرك. شوف يوم عطيتكم فرصة تفكرون ساكتين. وش الحال وش الحل؟ دراما دراما. لابد دخل ندخل به الجانب الكوميدي. برزة اقسم بالله برزة. طب ورا تصير ذرب يا تاج راسي وتشب لنا هنا الضوء. الضوء اي والله هذا كفو مش شبت على طول. صدق والله؟ ايه من امس من امس اسالك بالله. طب خلاص جده جده علي حطب وقشور تشوف الحين اخذ فرتي ويجيك. الله يبيض وجهك يا دحيه والله انه ذرب هالولد ما شاء الله. ما يحتاج والله كفو 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 مطلق وسديد. طيب يلا جاكي بالله نبغى فكره. يا اخوك قضيت المنديل كذا عشان توسعها الماء. حود بالله شلوني من المنديل. ايش جاك على حسابك المنديل يا اخي؟ خلاص خلاص اسالك انا انشد دراما يا ولد. من يجيب لنا اصلا؟ انا بدشن جلسه بدشن جلسه انا جاي عزبه هديه. قال لك تعرف تغسلها انت. ايه ايش قصدك؟ وش ولا هو يا جيل عرفوني رجال اعرف زي ما قلت شيء ما قلت شيء الله يهديك. وما قال رجال ما انت برجال. انت ما حد سالك. وريك انت والله ود اقول شيء بس حتزعل. عارف ماسك مداخيلك يا قوي يا جاش يا قوي. راح ادي فرتي. طيب يا طويل العمر الدراما وما أدراك ما الدراما. الدراما وما أدراك ما الدراما. ماشي عقلي هي مسطر بصراحة. خلي بعد المغرب. لا 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 والله اني عجزت. لا لا مرة انا اعرف عقلي ترى. لا عقلك الحين حول الموعد عند الظهر. تبغى شيء بريد هو. لا عشان يدفى فهمت يا غالي. مين؟ جامد مع الجو. لا والله خلاص انا سطع يعني كذا انا اعترف اني ما اقدر افكر. خلاص. خلى بعد المغرب الحين خلنا نتقهوى. نكيف نروق. نخرب شيء. بعد المغرب. تبي نخرب نكسر ما عندك مشكلة. سبحان الله. خلي المغرب. خلاص خلي المغرب يلا. كم. ورانا شغل احنا ورانا اهدافنا بنحققها. نعم ورانا تكسير ورانا خراب. اي محلات حيا الله منير. الله يوفقك يا منير على قد ما انت متسبب في اننا نشبع. عز الله الليلة تفرق دروس وعبر اللي سار ليلة الأحد والأحد اندرى. عز الله الليلة الجمعة مو بالأحد يا رجل خير. ها؟ الجمعة مو بالأحد
اللي سرى ليلة الجمعة على أجل عزى الله الليلة فراق دروس هباب اللي سرى ليلة الجمعة على أجل عزى الله الليلة فراق دروس وعبر اللي سارى ليلته معاه على وجل عزى الله الليلة فراقة دروس وعبر اللي سارى ليلته تقش 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 لحظة المهندي هذا أو لا فهم غلط كريستيان نسخة إماراتي تعبه 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 ليس من دفن هذا من ميسي يمكن ميسي يلا يلا سويها 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 اختر لا تقولي سويها خلينا نعيش جوي يلا سويها عمر صدق قصف ارض جو نحن متفقين قصف ارض جو جو ولا راحوا طتك يا بنت ما جت فرصه ارفع يلا ارفع الهندام يلا هذا قمة النداء هذه قمة النداء والله شوف نذل نطلب ماذا على مستوى على مستوى شكرا ما عليك زود عزى الله الليلة تفرق عزى الله الليلة تفرق روس وعبر اللي يا حمي الله يرحم والديك اللي تركز بالغماز اللي سهر ليلة جمعه على وجه يا اسف شغل دي اسمع واحد لا هذا لازم اطلع عشان اشتغل واحد اثنين ثلاثة واحد اثنين ثلاثة واحد اثنين فهمت يلا اللي سرى ليلة الجمعة على عجل والله سويتها والله اللي بس لازم اللقاء بعدين ذي ليش اتحماس لا يلا والله هذا زيادة من عندي احمد ربك اني زيادتك يلا اللي سرى ليلة الجمعة على عجل عزى الله الليلة كدروس وعبر اللي سرى ليلة الجمعة على عجل عزى الله الليلة يا أخي ليش ما تصفق في مهارة حلوة في مهارة حلوة شوف اللي سارى ليلة الجمعة على عزى الله الليلة فراق يا دروس وعبر اللي سارة هذه بغيتها فوق المراجل قيمة يلا فوق المراجل قيمة واحد اثنين فوق المراجل قيمة ما تمطر الا ديمة تسقي الرواقة قيمة طول الدهر يوفون اسمع الله عطاني رفاقة مثل الدهر رفاقة للمراجل سباقة والقمة يرقد العب كل بعد العسرة يسرى النار ويسرى إذن اللي يسرى تستنزف المطعون ألعب لا جتني سابع جافي والينكس مش داري والله احنا بالغلط والله احنا بالغلط والله العظيم يا شيخ من صبر سرقت من الأطفال أقول شيء والله تدري يا مسامح حضرة ولدي أكثر مني ما شاء الله ما شاء الله حتى أطفال لا قوة إلا بالله الله يستر عليه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ليش تضربني والله انت تفكر ما هو نفسه ما شاء الله ليش تضربني براسي بالغلط ها بالغلط بديدك 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 يا اخي بتشيل خشمي من مكانه الله يبلاك صحرا بس استغفر الله استغفر الله خلنا لا طيح لا طيح لا طيح يا قليل الانسانيه يا حليلك يا عبد مبارك تدري انا ما مولد اكثر مني عندك قمازتين تدري ايش تدري سوى بعد الذا هاي ثالثه اول ما جاول مجمعين قمازات عادل قماميز قماميز اول ما جاء ولد قال احسب الكره بتردونها زين عندي سؤال ممكن عائلتكم حد في قمازه غير ابدا والله صدق تدري ايش سوى بعد ما خلص البث حطوا لدي صندوق الهدايا يقول خلاص هذا الانسانيه يا اخي هذا مو صحيح اقول لك شيء انا كانت فيه ثلاث غماسات تصدق صبر اثنين هنا واحده هنا ضافوني في جروبكم اختفت هذه لا راح اصلا اللحيه لا ضافوني في جروبكم اختفت كانت مبينه مع اللحيه حلو فهمت دارت الايام اختفت هذه انا بقيت هذه بقي 20 يوم ما فيها براءه موجوده بس ما فيها براءه لا شوف 20 يوم تختفي 20 نهايه البرنامج ها والله ما مبين ما نبغى يا لا نبغى محمد الكمال يفضل لك